بسم الله. السنون ديت طبعا اتفقنا ان السنون اللي هم 5 حروف مسننه، اللي هم الباء والتاء والثاء والناء والياء، ماشي، جت قبل الجيم سواء في اول الكلمه او وسط الكلمه، ماشي، تقوس وتقنطر قبل الجيم والميم والهاء. تقوس وتقنطر، تقوس وتقنطر بالشكل ده. يبقى ايه في الحالة الأولى؟ تقوس تقوس. الأمثلة على ذلك، الأمثلة على ذلك مثل الباء جيم أو الياء جيم، بس يا جماعة زي كلمة يجد مثلا، بس كده شوف تقوس الجيم تيجي تحتها أهيت يجد مثلا، لنفرض بها، بصوا الباء هاي لازم تقوس تقنطر كده، وبعدين ثمنا مثلا، بس كده ثمنا اهي الميم، طبعا السنة بتمثل 5 حروف فيها، بس كده يا جماعة في قنطرة تقوس فيها، ماشي، التجارة بس كده اهي تجارة، يبقى ديت أمثلة لتقوس السنة قبل الجيم والميم والهاء، جيم والميم والهاء. بص يا جماعة، في أنطرة قبل الياء، السنة دي بتعمل أنطرة قبل الياء، بس سنة الأنطرة اللي قبل الياء ديت بتبقى قليلة جدا، قليلة أو قليلة الارتفاع، منخفضة من غير مرتفعة، ماشي، زي مثلا نبي، بص كده بعمل تجويف كده وبطلع وبنزل، بصوا يعني ارتفاع قليل جدا، نبي زي كلمة مبنى، بص كده مب يدوبها يدوبها ارتفاع بسيط جدا، مبنى. تقبلوا تحياتي سعيد سليمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.